لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سلام البنات الغزالات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. هذا النهار غادي نديرو البطبوط باش تشوفوا شنو غادي نديرو فيه. اول حاجه غادي نديرو السميد، 3 ديال الكيسان ديال السميد ديال العنبه، كيسان ديال العنبه. عاوتاني غادي نديرو الفورس، 5 ديال الكيسان ديال العنبه، يعني نفس المقادير ديال يعني نقولوا ديال العنبه. شو الكيسان هادو هم. وراني درت المليحة، درتها مع السميد. دابا غادي نديرو زوج معالق كبار ديال الزيت. السر ديال النجاح ديالو باش يجيكم بالضبط مزيان ديروا فيه الزيت. وهنايا الخميرة معجونة مع السكر، معلقة كبيرة خميرة مع معلقة كبيرة ديال السكر. دابا غادي نجمعهم بالماء الدافي. بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير، يدخل عليكم بالصحة والهنا وراحة البال، وما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله. كما كنت تشوفوا اليوم راني نوجد البطبوط، الحق ديجا الحريرة كاينة، راني ندير البطبوط وغادي نعمر البيتزا دوك اللي كنت ديك خطرتهم جمدتهم معاكم، غادي نعمرهم.
زينة مقومة الكوفي. كما راكم تشوفوا البنات ها دابا دلكناها، شو العجينة كاينة هدايا ما خفيفة ما قاسحة. دابا غادي نديروها تريح تخمر وغادي نمشي نوجد الحشوة. كما راكم تشوفوا البنات دابا غادي نديرو الحشوة ديال البطبوط. نديرو زيت الزيتون، نديرو جوج معالق ديال زيت الزيتون. يعني كل واحد يدي شحال ما بغا الزيت. غادي نخليو الزيت شويه يحمى، غادي نديرو فوق البصله، هنا درت جوج بصلات كبارات. شلناهم و غادي نديرو مليحة و غادي نخليو بصلة دوب، و من بعد نزيدو لهم صدر ديال الدجاج مقطع. كما كتشوفو غادي ندير البطبوط جوج يعني ديال الحشوات، حشوة حامية و حشوة باردة. و شكرا على المتتبعين، شكرا نقولكم شكرا. و البنات الجداد اللي جاو ولا نقولهم مرحبا بكم في شين أم ملاك، دخلوا تبعوا ما غاديش تندموا. و شكرا. دابا غادي نخليو البصل تشحر. كما راكم تشوفوا البنات دابا غادي نديرو الدجاج، الصدر ديال الدجاج. هذا كنت قطعته و كنت درتو يتجمد. دابا غادي نديرو العطرية، غنديرو شوية خرقوم، شوية حبة كحلة، بزاف.
بزار يبزار. شوية بزار حمر. دابا نخليو يضرب. نخليو دابا يطيب كيما راكم تشوفوا البنة. دابا غادي نزيد الزيتون المقطع. غادي نزيدو له قصبة مقطعة ونكثرو على الخلطة. الحشوه الاولى دابا غادي نسرحوا العجينه. راكم تشوفوا البنات هذه هي العجينه ديال البطبوط. نخرج لها الهواء، نخرج الهواء بها. غادي نسرحوا العجينه كما راكم تشوفوا. نتمنى يكون يبان لكم. نقلوا شويه من الكاميرا باش يبان لكم. نسرحوا العجينة ونطبعوها. سمحوا لي نحيد هاد البراسلي، راكم عارفين الخدمة كيبقى يسخ في العجين. نتمنى يكون يبان لكم الطريقة. اللي راني ندير
غادي نديروه في الطابع. غادي نفرشو لواحد السربيته نحطوه عليها. المهم البنات غادي نبقاو ماشيين على هاد الطريقه حتى نكملو العجين ديالنا. كما راكم تشوفوا البنات انا دابا درنا العجين غادي نخليه يريح باش غادي نوليو نطيبوه. غادي نجيبو ثاني العجينه الاخرى باش نسرحوها. نتمنى تجربوا هذا الضبوط وتردوا عليا. نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف ديالي. صافي البنات تقطعو مزيان باش يترشم لكم. نهزو العجينة اللي درناه كما راكم تشوفو البنات. دابا غادي نعمرو البيتزا هذه اللي كنا خططناها اللي كنا كونجليناها العجينة. دابا غادي نعمروها ونخليوها حتى بلاتي يقرب الوقت ونديروها طيب. دابا نسرحو لصوص
دابا غادي نديرو البصله. البصله شويه يعني بنها طابت. ديرو شويه بصله. غادي تزيد طيب في الفرن يعني. هنا صجم بلا كما تشوفون نكملو كل شيء. نديرو لها البصلة كيجي مذاق ديالها زينة يعني مع البصلة. كل واحد يعني شنو كيدير في الحشوة، غير تبقى غير العجينة وصافي. الطريقة ديال العجينة دابا غادي نديرو الطون. غادي نبقاو ماشيين بهاد الطريقه حتى نكملو كلشي. لا انا كنبغي نوجد الحوايج ديالي كاع الصباح باش كنتجنى تلقاوني كلشي نديرو الصباح باش في العشيه نكوني جالسه وصافا مريحه. اللي كتوجد الصباح ولا تقول لنا عطينا كنوجد الصباح تكتب لي تحت في التعليق. ما تشوفو حتى يقرب الوقت وندخلها الطب باش نخرجها حامية. دابا غادي نديرو لها شويه زيتون. غادي ندير فرماج غافي، غندير هذا
موزاريلا. كما تشوفوا البنات دابا غادي نديروا الفرماج من الفوق. غادي نبقاو ماشيين على المرحله حتى نكملوا. كما راكم تشوفوا البنات دابا غادي نطيبوا البطبوط. واخا ما غادي نطيبوه كما تشوفوا البنات انا طيبت البطاطا ديالي. ني جا زوين. شوفوا البنات من بعد غادي نعمرو. لا غادي نعمرو غادي نديرو كيما قلت لكم جوج حشوات، وحده بارده وحده حامية. هادو هما الحشوات. هذه الحاميه اللي فيها الدجاج والزيتون والبصله والقزبر، وكاينه هذه فيها البيض والطون. غادي نخلطهم. الا كاين اللي بغى يزيد الخيزو كل واحد شنو يدير. المايس اللي تبغي ديريه ديريه. دابا غنطفيو البوطا ونعمرو. هلا دابا غادي نعمروهم. يلا غادي نعمرهم ولا غادي نوريكم. كما راكم تشوفوا البنات هذا هو التبصيل ديال البطاط اللي دارت. كاين ديال الطون والبيض والزيتون، هذا بارد وهذا سخون، ديال الدجاج والزيتون والبصله. هذا هو. راه نتمنى يكون يبان لكم ويعجبكم هذا الطبيصه ديال البطبوط. ومرحبا بكم عندي باش نتقاسموا انا وياكم هذا الطبيصه. كما راكم تشوفوا البنات هذه هي الطبله ديالنا ديال الفطور، العصير، سلور، بطبوط، بيتزا، مسمن، تمر، دلي، القهوه ولا الزبده والكونفيتير والتمر والفرماج. هذا هو له الفطور ديالنا. نتمنى يعجبكم وتشتركوا معايا وتابوناو معايا وديروا لي لايك وشجعوني باش نزيد بالفيديوهات وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب ديالكم. شكرا على التتبع ديالكم. يلا سلامه.